نعم نحكي عن قانون الانتخاب، في عم تقول عدد من المواضيع الملحة يلي رح تنوضع على الطاولة للنقاش في العهد الجديد، لأنه هلا طبعا مش بالأولويات، مش بالأولويات. هلا ما في عهد، ما في رئيس، ما في حوارات، في مبادرات تقطيع وقت، وفي حرب. إلى أي مدى بتعتقد، أول شيء خلينا نبلش من هون، رئيس حكومة الفاتيكان ممكن أن يغير بهذا المشهد؟ شوف، الفاتيكان يعني حامل هم لبنان تاريخيا، نعم، ومش مظبوط أنه حامل هم المسيحيين فقط، حامل هم كل لبنان كرسالة. تعرفي أنه يعني الأساس رسالة البابا يوحنا بولس الثاني، والفاتيكان يعني هو أكثر مكان فيه يعني الانفتاح والاعتدال والإنسان وغيره. بعتقد اللي بيقدر الفاتيكان يعمله هون، الدور الأساسي أنه يضغط من ما له من قوة معنوية ومن تواصل، ولي أنه لبنان ما بقى بدنا يعني تسوية في لبنان، بدنا حل. لا يجوز أن يبقى لبنان هو مطرح للتسويات، نروح من settlement لسوليوشن. هون بيجي قوة الفاتيكان أنه يقدر يتدخل دبلوماسيا ومعنويا، وياخذ يعني يحط تقله لحتى القوى الأساسية واللاعبين الأساسيين في المنطقة يكون بالمرحلة اللي جاية للبنان حل جذري نهائي لحتى يعيشوا هاللبنانية بأمان وبسلام ونخلص من كل هال. بس الفاتيكان ما عنده، أنه ما عنده قدرة إذا بدك على التغيير الحقيقي. عنده، لا عنده، يعني مثلا عنده تأثير، لا عنده تأثير، عنده تأثير على السياسة الدولية، على كل شيء عنده تأثير، وعنده صوت عالي لما لازم. هلا الكنيسة بتعرفي بتتحرك على مهل، يعني مش على سرعة الأحداث مثل الدبلوماسية الأخرى والسياسة، بس عندها بعد، يعني اللي بتعمله بمد مع الوقت. فبعتقد هيدا الدور الأساسي، ودائما لما بيكون في لفتة وحضور للفاتيكان في لبنان هيدا بيعطي زخم للقضية اللبنانية، بيعطي يعني اطمئنان للبنانيين في لبنان، وبرجع لك مش المسيحيين فقط، فدائما مرحب أي زائر صديق للبنان، كيف بالأحرى إذا من مستوى هذه الشخصية الكبيرة. هلا شو هل رح يطلع من العلاقات، لأنه اليوم في كلام أنه في عمل، أنه في محاولة، خلينا نقول محاولة للقاء ببكركة ثلاثة. دائما بنرجع على الأساس، اللقاء دائما محبز، يعني كل ما الناس التقوا، كل ما طلعوا أفكار وحلول. هلا اللقاء للقاء، ليه هالقد صعب ينقال إذا في لقاء ولا لا؟ ليه هالقد صعب أنه ينجح؟ يعني أنا بقصد، أنا برأيي حينجح. حينجح برأيك؟ أكيد. لأنه كان في تشكيك كتير بالموضوع، يعني إذا حصل أكيد بينجح. لقاء شو؟ لقاء الرؤساء الروحيين في لبنان. احلك شغله، الرؤساء الروحيين، خليني بسألك كلمة. عم تحكي انت عن شغله، في لقاء رؤساء روحيين، وقد يكون في لقاء بين الضيف الفاتيكاني والسياسيين، بس خليني ايه، انا عم بحكي عن السياسيين. شوفي، طب اذا ما اجتمعوا اللبنانيين لوحدهم، واجا مين محفز لحتى يجتمعوا، هذا شيء جيد، ما بدي اكثر من هيك. بعرف، بس هل حيجتمعوا؟ انا سؤالي، اذا عندك معلومات، اذا عم بتتابع. بعرف انه عم يعني الشيء في محاولة، بس مهم يضل في محاولات. شو منكعه خلاص؟